بسم الله الرحمن الرحيم. معنا النهاردة حالة، أو مش حالة، هي الحقيقة مجموعة حالات أنا مجمعها من راديوبيديا كلها على نفس الدياجنوزز والديفرنج بتاعها، لأن بسبب إن الحكاية دي بتتكرر مشكلة في الكلينيكال براكتس شوية. هوريكم الحالة وبعدين هنتناقش فيها. دي حالة كان واحد جايب هيديك، أدي سيتي برين، شايفين الليجن ده طبعا كلنا شايفينه، سمول ويل ديفايند راوندد هايبر دنس ليجن سوبر سيلر سيستيرن. ديفرنشال دياجنوزز في النون كونتراست سي تي ده ممكن نقول كذا حاجه، يعني مثلا ممكن يطلع انيوريزم، بالذات ايكوم انيوريزم، ممكن مثلا كرينيو فرنجيوما سوبر سيلر على حسب السن وبتاع، ممكن مثلا سوبر سيلر مننجيوما. عملوا كونتراست انهانسد سي تي بعديها، ده الكورونر بتاعه بس ده اللي موجود، لقاه ده ليجن يعني not enhancing او hypo enhancing، ولا صح not enhancing زي cystic lesion cellular and supracellular، مش بس supracellular. طبعا كونه not enhancing ده excluding المننجيوما والانيوريزم وبنسبة كبيرة الكرينيوفرينجيوما، بس كان الافضل طبعا ان احنا proceed to MRI علشان further characterization. ده sagittal T1 بتاع MRI، هما مش جايبين السيكونس كاملة، ادي الصورة لقيناها برايت شوية في T1، يعني هايبر انتنس في T1. ادي الكورونال برضو. طبعا هنا مهمه جدا ان احنا واحنا بنكتب تقرير حاجه زي كده نقول الماس افكت، ده اهم كلمه في السيلر والسوبرا سيلر ليجنز عامه، الماس افكت على الاوبتيك كازم والاوبتيك نيرف ده من ناحيه، وعلى الكافيرنس ساينس ده من ناحيه تانية. طبعا برضو ساجنج اوف ذا فلور والحاجات دي، لكن اهم نقطتين هما موضوع الاوبتيك كازم والكافيرنس ساينس. هنا طبعا نقدر نقول انها ديسبليسنج شويه او سلايتلي كومبريسنج او اليفيتنج الاوبتيك كازم، لكن اللي احنا عايزين نقوله في الحاله دلوقتي انها حتى الان هي برايت سيجنال ان T1. لما هنشوف ال post contrast نلاقيها not enhancing والpituitary tissue compressed against cellular floor، والrim enhancing ده غالبا ده compressed pituitary tissue اكتر منه true enhancement، يعني هذه الليجن. طبعا شوفوا في الكرونال T2 بقى، ده اللي انا مهم جدا 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 في حالة زي كده، واحنا جاي ما كنا شايفين في T1 النون كونتراست هي برايت، في الكرونال T2 هي برايت برضو، فيري برايت حقيقة، يعني سيستيك سيجنال، لكن كمان في لو سيجنال انتنس هايبو انتنس نوديول اهو زي ما انتم شايفينها هنا، سوري هايبو انتنس نوديول يعني واضحه هنا اهي، فدي كاركترستيك ليه حاجه هقولها لكم دلوقتي، لكن هوريكم الليجن الحاله الثانيه ونشوف. دي برضو حاله ثانيه بس جايه بام ار اي على طول، لقينا في التي 2 كده في السيلر في حته هايبو انتنس، في التي 1 قبل الصبغه برايت برضو برايت سيجنال تي 1 هايبر انتنس، وادي السيجيتال برضو تي 1 هايبر انتنس. في الانهانسمنت بوست كونتراست لقيناها ما هياش انهانسنج قوي، ادي ده النون كونتراست، ادي الكونتراست نوت انهانسنج. طبعا شايفين كمان هنا بالصدفه في كمان ثورن والد سيست في النيزوفارنكس، مش دي قضيتنا دلوقتي يعني. اللي انا عايز اقوله لحد دلوقتي الحاله الاولانيه غيرت تفكيرنا خالص انها مش انهانسنج ولا حتى دي كرينيوفرنجيوما، انها حاجه نوت انهانسنج سيستيك ليش. الحاله الثانيه صريحه من الاول هي ام ار اي فقط، ده بيتيوتري ليجن انتراسيلر ليجن وزاوت سوبراسيلر اكستنشن. الحاله الثانيه دي الديفرنشال دياجنوز بتاعها حاجتين مهمين جدا، البيتيوتري مايكرو ادينوما والراثكس كليفت سيست. تفتكروا مين فيهم اللي ممكن نرشحهم اكتر في حاله زي كده؟ الاثنين ممكن يكونوا متقاربين قوي، لكن انا هقول لكم هنا في الحاله دي فيها حاجه دايجنوستيك، هو ده اللي انا جايب الحاله عشانها. بصوا الراسكس كليف سيست دي كونجنيتال سيست ابيثيليال لاين، دي من حاجه ريمننت اسمها راسكس كليف، مش هدخل قوي في الباثوجينيسيس ولا في الامبريولوجي والقصص دي، لكن انا عايز اقول انها بتلخبط ساعات في البيتيوتري مايكرو ادينوما بالذات لو صغيره زي الحاله اللي معانا دي دلوقتي. فعلشان نفرق الراسكس كليف سيست من الادينوما عندنا سبع نقط نبص عليهم ونشوف. اول حاجه اللوكيشن بتاع الليجن، هل هو ميد لاين ولا باراميديان؟ يعني في حاله زي كده هو ميد لاين، دي نقطه مهمه جدا. لو هو ميد لاين اكتر انها تكون راسكس كليفت سيست من انها تكون بيتيوتري مايكرو ادينوما. تاني نقطه مهمه جدا، هل في التي 2، وعشان كده دي اهميه الكرونال تي 2 والاكزيال تي 2 في حالات البيتيوتري عامه او السيل ام ار اي، هل فيها انتراسيستيك T2
T2 هايبو انتنس نوديول هنا فيها، والحاله اللي فاتت اللي انا وريته لكم دي اللي هي النوديول الصغيره دي، دي مهمه جدا جدا، دي نيرلي باثوجنومونيكلي راسكس كليفت سيست. النقطتين دولت اهم نقطتين في الديفرنشال، يعني احنا عندنا ادي اهو هنا دي ميد لاين سيستيك ليجن ولو تي 2 سيجنال انتنسيتي نوديول انترا سيستيك نوديول او بيسموها ساعات الدوت ساين، عشان كده نقول ان الحاله دي راسكس كليفت سيست رادر ذان بيتيوتري مايكرو ادينوم. طيب نكمل بقيه الخمس حاجات اللي احنا بنقول برضو ممكن نفرق ما بينهم. نمره 3 انها تكون بيورلي سيستيك، بيورلي سيستيك، ودي اقل في الاهميه شويه. ليه؟ اولا لان الراسكس كليفت سيست احيانا ما تبانش السيجنال بتاعتها كانها سيست عاديه، ده احيانا تبقى برايت في التي 1 او انترميديت في التي 1، ما تبقاش لو في التي 1 زي السيست العاديه. طب ايه السبب اللي يخلي التي 1 عامل كده في الراسكس كليفت سيست؟ انها ساعات بيبقى ليها هاي بروتينيشيس كونتنس، فبالتالي ما مش هنقدر نقول قوي في 100% ان دي بيورلي سيستك. والحاجه الثانيه كمان برضو اللي تخلينا نتلخبط في دي ان البيتيوتري مايكرو ادينوما احيانا بتكون سيستك ويسموها سيستك مايكرو ادينوما. صحيح ان في السيستك مايكرو ادينوما في الغالب بيبقى ليها ثيك ريم انهانسينج بريفرال ريم شويه، لكن مش دي القاعده. وساعات الكمبريسد بيتيوتري تيشو اللي انهانسينج حوالين الراسكس كليفت سيست لخبطنا، هو ده انهانسينج ريم بتاع سيستك بيتيوتري ادينوما ولا ده كمبريسد تيشو من الراسكس كليفت سيست؟ عشان كده دي حطيتها رقم 3، ما هيش اهم من اهم 2. نمرة دلوقتي نمرة 4 بقى في الديفرنشيتنج بوينتس، التي 2 سيجنال بتاعتها لو لقيناها تي 2 لو على طول، دي اكتر مع الراسكس كليفت سيست، او على الاقل ليها تي 2 هايبو انتنس ريم، دي مع الراسكس كليفت سيست. لو ما لقيناهاش لو او لقيناها يعني برايت، المايكرو ادينوما في الغالب بتبقى برايت في التي 2 على خفيف او انترميديت مش باين، لكن ما تبقاش لو الا نادر، ولا كمان ليها لو تي 2 هايبو انتنس ريم. طيب نمرة 5، لو لقينا فيها فلويد ليفل غالبا دي مايكرو ادينوما مش راسكس كليفت سيست. ليه؟ لان المايكرو ادينوما بيجي فيها هيموريج كتير، فممكن يحصل فيها فلويد ليفل، اما الراسكس كليفت سيست نادر جدا لما يحصل انتراسيستك هيموريج، يحصل فيها هايبروتينيشيس كونتنس، وده اللي خلاها هايبر دنس في السي تي ويخليها هايبر انتنس في التي 1، لكن فلويد ليفل ده في الغالب برير هيموريج، ده في المايكرو ادينوما اكتر. كذلك لو لقينا سيبتيشنز برضو، لو لقيناها سيبتيشنز دي مايكرو ادينوما اكتر، برضو في الغالب نتيجه الهيموريج قبل كده، ما هياش 100% برضو سبيسيفيك، لكن ماشي. اخر حاجه الديليد انهانسمنت، وتقول لي غريبه قوي حطيتها رقم 7 رقم دي، يعني المفروض الراسكس كليفت سيست دي نوت انهانسنج، اما المايكرو ادينوما دي ديليد انهانسمنت، فتبقى دي المفروض تتحط دي اهم واحده. قال لك لا، الحقيقه لما بتبقى الليجن صغير شويه بالذات زي في الحاله الثانيه اللي احنا شفناها دي، ما تبقاش قادر تحلف 100% هل دي هايبو انهانسنج ولا نوت انهانسنج. هايبو انهانسنج تبقى ديليد مايكرو ادينوما، ديليد انهانسمنت في المايكرو ادينوما، نون انهانسنج في حالات الراسكس كليفت سيست. فاحيانا بتبقى برده نقطه، لكن هم يعني دولت السبع حاجات اهمهم اللوكيشن، هي ميد لاين ولا اوف ميد لاين. تاني حاجه هل في انترا سيستيك نوديول او دوت ولا لا، لو فيها تبقى يعني اكتر حاجه انها راسكس كليفت سيست. بس بقى العيب بتاع الانترا سيستيك نوديول ساين ده او الدوت ساين ده ايه؟ انه موجود في 75% تقريبا من الحالات بس بتاعه الراسكس كليفت سيست، يعني مش في 100% من الحالات، وبالتالي احنا لسه عندنا ربع حالات الراسكس كليفت سيست ما فيهاش الساين ده، وهنعتمد بقى ساعتها على الميد لاين ولا اوف ميد لاين. وساعات فعلا بقى دي اللي ممكن في حالات ما نبقاش قادرين نفرق 100% ما بين هل هي سمول مايكرو ادينوما ولا هي راسكس كليفت سيست. في حاجات تانية مثلا واحد يقول لك الكلينيكالي، هل مثلا الايج ممكن يفرق؟ لا مش شرط، لان الراسكس كليفت سيست في الغالب اسيمتوماتيك فممكن بريزنت في اي ايج. هل السيمتومز مثلا لو العيان ده جاي ب هايبر برولاكتينيميا مثلا، ده يرجح انها سيستك مايكرو ادينوما؟ ممكن طبعا دي ممكن. هل السوبر سيلر اكستنشن يفرق معانا؟ لا خالص، ممكن الراسكس كليفت سيست تكبر ويبقى ليها سوبر سيلر اكستنشن. هي ليه تكبر برضو؟ ده سؤال، ليه بتكبر ولا هي حاجه كونجنتال؟ لانها ابيثيليال لايند وفيها جوبلت سيلز وبتفرز يعني ميوكس سيكريشنز، وممكن تبقى هايبر انتنس او هايبروتينيشيس كونتنس، فممكن تكبر مع الوقت. برضو في ناس تتكلم عن الكالسيفيكيشنز، والحقيقه ما هوش يعني فيري رير في الراسكس كليفت سيست، وتقريبا برضو فيري رير في المايكرو ادينوم. التي 1 سيجنال ما هياش ديفرنشيتنج بوينتس، لان زي ما قلنا زي ما شفت في الحاله دي ممكن تكون برايت في التي 1 وتبقى راسكس كليفت سيست نتيجه البروتينيشيس كونتينس، ممكن تبقى برايت في التي 1 وفي المايكرو ادينوما بسبب الهيموريج. في ناس بتتكلم عن حاجه اسمها سنومان ساين،
ده مش سبيسيفيك خالص، ده سببه ان هو بس ليها سيلر اند سوبرا سيلر اكستنشن، انها طلعت ثرو الدايفراجما سيلي فبقت عامله زي الايت فيجر اوف ايت او سنومان ساين. في ناس بتتكلم عن حاجه اسمها كلو ساين، الكلو ساين يعني الريم انهانسمنت، ده يدل انها انتراسيستيك ليجن ما هوش سوبرا انتراسيلر ليجن ما هوش سوبرا سيلر ومش اكتر، يعني ممكن تفرقها مثلا عن الكرينيو فارينجيوم لو ليها سوبرا سيلر اكستنشن. لكن يعني ما هوش ساين مهم خالص، هو موصوف مثلا في حاجات زي الويلمس تيومر والحاجات زي كده بتاعت الكيدني. النقطة برضو اللي عايز أقولها إن الراسكس كليفت سيست يا إما بيورلي انتراسيلر يا إما انتراسيلر with سوبراسيلر اكستنشن، نادر قوي لما تبقى بيورلي سوبراسيلر. هوريكم كام حالة كده تانية. بصوا دي مثلا اهي دي تي 2 ليها انتراسيلر سيستك انتراسيلر هاي تي 2 هايبو انتنس نوديول كبيرة قوي هنا واضحة جدا اهي شايفين كبيرة قوي، فدي تقول لنا على طول ان دي راسكس كليفت سيست. يبقى دي من يعني لو قسمنا الراسكس كليفت سيست كيسز لتو تايبس، تايب 1 فيها فيتشرز باتوجنومونيك لراسكس كليفت سيست دي هتبقى تايب 1، ده تقسيم انا من عندي يعني دي مش تقسيم الكتب. اما تايب 2 من الكيسز اللي هو لسه فيها ديفرنشال ما بين الراسكس كليفت سيست والسيستك مايكرو ادينوما ستيل يعني فاليد، اللي ما بيبقاش فيها الانتراسيستك نوديول او الدوت ساين ده. كذلك هنا لو شفنا مثلا بصوا في الـ في الـ في البوست كونتراست ما نلاقيهاش ايه انهانسنج، هي هنا برضو كانت في التي 1 برايت في التي 1 نون كونتراست كانت برايت سيجنال برضو، لكن هنا باينة حلوة التي 2 هايبو انتنس نوديول. برضو شوفوا حالة تانية معايا هنا بقى ليجن كبير جدا اهو سيلر اند سوبر سيلر اكستنشن لما عملنا سوا نوت انهانسنج. بصوا عامل بقى ده الفيجر اوف 8 او السنومان او كده وعامل ماس افكت على الاوبتيك كازما، لكن هنا اهو نوت انهانسنج. هل في التي 2 كان في حاجه؟ ادي الانتراسيستك نوديول الصغيره خالص اهو، دي اللي انا عايز اقوله ان ساعات الانتراسيستك نوديول تكون فيري تايني فندور عليها، ساعات تبقى فري فلوتنج كده لكن في الغالب بتبقى ادهرنت ذا وول. هوريكم حاله دلوقتي بتبقى فيها يعني فيري تايني نوديول. ادي حاله ثانيه بصوا كده، ايه رايكم في حاله زي كده؟ خلينا الاول نشوف النون كونتراست. ادي النون كونتراست اهو، بصوا البرايت سيجنال اللي ورا دي البوستيريور بيتيوتري، لكن اللي قدام دي ليجن كبير هنا في التي 2 شكله سيلر، وبصوا اللي في الفلور الحته الصغيره دي ده التي 2 هايبو انتنس انتراسيستك نوديول اهي انتراسيستك نوديول تي 2 هايبو انتنس، يبقى دي راسكس كليفت سيست اكتر منها بيتيوتري مايكرو ادينوما او سيستك بيتيوتري مايكرو ادينوما. تمام، اوريكم حاله كمان هنا مثلا بصوا في جروف 8 او السنومان مش سبيسيفيك لحاجه خالص، هنا مثلا حاله زي كده ما فيهاش الانتراسيستك نوديول فهنقول انها دي انترا اهو بص تي 2. اهم حاجه في حاله بقى زي كده هنقول والله ان ده لارج انترا اند سوبرا سيلر سيستك ليجن ميد لاين سيلر اند سوبرا سيلر ميد لاين بيورلي هنا سيستك الى حد ما في التي 1 هايبو خالص وفي في التي 2 هايبر، فنرجح اكتر برضو انها راسكس كليفت سيست رغم عدم وجود الانتراسيستك ميورال نوديول او الدوت ساين. ليه رجحناها هنا برضو؟ لانها اولا ميد لاين، ثانيا بيورلي سيستك بيورلي سيستك. ولكن واحد يقول لي طب ما هي برضو ممكن بدل مش 100% اقول له ماشي ممكن برضو. المهم عندنا بقى سواء كانت سيستك مايكرو ادينوما كبيره او كانت راسكس كليفت سيست، اهم حاجه الماس افكت والافكت بتاعها كلينيكالي. هنا مثلا عامله ماس افكت ففي الحالتين هتحتاج انها تعمل عمليه لو كلينيكال كونديشن يعني متاثر. بصوا هنا مثلا ادي برضو بيورلي سيستك، شايفين النوديولا صغيره هنا ازاي؟ نوديولا فيري سمول تايني نوديول هنا اهو اهي شايفين في الحته الصغيره خالص دي اهي فيري سمول انتراسيستك نوديول، وفي التي 1 كانت هايبو بيورلي سيستك طبعا ميد لاين برضو اهو، فبرضو دي ترجح الراسك كليفت سيست. طب بصوا معايا على دي بقى، دي حاله ثانيه اهي، تعالى هوريها لكم الاول. ده الكرونال تي 1، خلينا نشوف التي 2 الاول. بصوا التي 2 فيه لو تي 2 سيجنال هايبو انتنس ليجن ده وهو اصلا كانت يعني من الاول في التي 2، هوريكم التي 2 بتاعها من الاول في التي 2 هي انترميديا سيجنال مش باينه في وسط البيتيوتري، لكن الانتراسيستك نوديول هي اللي كشفتها انها تي 2 هايبو انتنس، او فدي برضو كانت راسكس كليفت سيست. الكلام ده كل الحالات دي جايبها من الريبيديا وتقدروا ترجعوا لها لو حبيتوا. هوريكم حاله بقى هنا، هنا مثلا في التي 1 مش باين قوي يعني معناها انها مش لو قوي في التي 1. بص البوست كونتراست في ليجن هايبو انهانسنج او نوت انهانسنج
مش قادر احلف قوي. ادي كورونال تي 1. لو لاحظتوا بقى في كورونال تي 1 هنا في ساجنج في السيلر فلول على الرايت سايد، في مايلد ديفيشن للبيتيوتريستوك على الليفت. اذا الليجن ده شكله اوف ميد لاين. بصوا بقى البوست كونتراست اهو، فعلا هايبو انهانسنج، فعلا اوف ميد لاين. هنا ادي الدايناميك بتاعه. ممكن واحد يقول لك والله انا شايف ان هو فعلا ليه ديليد انهانسمنت، خلاص ده يرجح اكتر ان دي بقى الحاله دي ايه، مايكرو ادينوما، ما هياش راسكس كليفت سيست. هوريكم حاله تاني. هنا مثلا التي 2 انترميديت مش باين، في التي 1 يعني سلايتلي هايبو انتنس على الناحيه الشمال. بصوا في الكونتراست اهي، مش اهي واضحه قوي. هنا بقى في الدايناميك اهي في على الليفت سايد اوف ذا بيتيوتري هايبو انهانسنج، ولما نبص على الديليد نلاقيها برضو نوت انهانسنج. دي بقى نرجح انها راس كليفت سيست ولا بيتيوتري مايكرو ادينوما؟ لا نرجح اكتر انها بيتيوتري مايكرو ادينوما. ليه؟ اول حاجه اوف ميد لاين، ثاني حاجه ما هياش بيورلي سيستك، حتى لو ما فيهاش فلويد ليفل ولا سيبتيشنز، لكن كمان فيها مايلد ديليد انهانسمنت، ده يرجح انها بيتيوتري مايكرو ادينوما. بصوا دي برضو هنا كورونال تي 1، وادي اللي بعد الصبغه. بصوا ليجن صغير جدا هنا اهو، سوري برضه اوف ميد لاين، يبقى برضه بيتيوتري مايكرو ادينوما مش باين في التي 2. ادي في البوست كونتراست الديليد واضحه جدا. يبقى طيب اخر حاله اهي في التي 2 مش باينه في الاكزيال قوي، في التي 1 اهي الساجيتال في حته هايبو انهانسنج، في التي 2 سلايتلي برايت ما هياش فلويد سيجنال، في الكورونال نفس الكلام. بصوا بقى في البوست كونتراست لسه اهو، البوست كونتراست هنا ده الدايناميك. معلش انا بجري شويه علشان ما اطولش الفيديو، هنبص عليه في الديليد على طول اهو. فعلا صغيره جدا جدا، مش عارف هتشوفوها ولا لا. اهي هايبو انهانسنج واوف ميد لاين، هوريها لكم في الديليد خالص اهو. هايبو انهانسنج شايفينها very small، احيانا بتبقى المايكرو ادينوما فعلا صعبه شويه في الديتكشن، فدي كلها برضو مايكرو ادينوما. اتمنى ان تكون الفكره وصلت. زي ما اهم نقطتين عايزكم تعرفوها، الميد لاين ولا اوف ميد لاين، تاني حاجه هل فيها انتراسيستك نوديول ولا لا، تالت حاجه النقطه المهمه جدا جدا الماس افكت على الاوبتيك كازما وعلى الكافيرنس ساينس. شكرا جزيلا.